شعور تطوعي شعور قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الدفاع الوطني بلاغ عسكري بالحلول الأراضي المحررة 13 فبراير 2023 وكالة الأنباء الصحراوية. استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الاثنين قوات الاحتلال المغربية بقطاع المحبس مخلفة خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. وأبرز البلاغ العسكري رقم 731 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني أن مفارس متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تمركزات جنود الاحتلال منطقتي العرية والعقد بقطاع المحبس. وكانت مفارس متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس مستهدفة قرات الفرسيق وبيرات والشاد. وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار. عن وكالة الأنباء الصحراوية وكل الوطنية والشهادة.